التحقيقات والسباق والأولاد التضامن، ولكن الناس ممكن تراب الواحد مصطفى تنبور ان سلاح الجو الحكومي سقوط فشاف موقعا للحركه في شرق جبل مره، واضاف لحسب القوات قطع موقع القوات واصاب مواشم للمواطنين. طائرتين من طراز نيك تبع لسلاح الجو السوداني، اعطينا طائرتين قصف مواقع جدا بشرق جبل مره، ضمن الحكومه بان هذا القصف يستهدف مواقع استراتيجيه للقوات الجويه السودانيه وقوات